قال مريم الدكتور إجا مشان يشوف المريضة. ليك المريضة يجي يشوفها. في مراجعة أو بردية؟ إيه في دكتور. حرارتها مرتفعة كتير، لازم ناخدها على المركز دغري. ما في داعي، العمة مريم عم تداويها. إيه طبعاً، وهلأ بس أعطيها أنا من الدواء اللي عم أعمله أكيد رح تطيب. أنت قول إن شاء الله وبس. مشان الله اسمعيني، هاي الأدوية ممكن تفيد لبعض الأمراض، أما هالمرض فما بتعالج بهالطريقة، بده أدوية طبية. مرتك مع مرض خطير يا أخي، وممكن تموت إذا ما لحقتها. سعيد الدكتور معه حق، خلينا ناخد مرتك على المستوصف. لا تحاولوا تقنعوه، هديك البنت يلي أخدتوها لعندكم ماتت، مزبوط ولا لا؟ اتأخرت بالجاي لعنا، مشان هيك ماتت. بالله؟ خلاص دكتور روح من هون، تركها تشوف شغلة. يلا روحوا. اسمعوني، هذا المرض ما بيتعالج بهالطريقة هي، فهموني بقى. دكتور انت شو بيفهمك بالأمراض تبعنا؟ سعيد افهم شو عم قلك، مرتك إذا ما تعالجت رح تموت، عم تسمع؟ خلينا نداوي لك إياها. دكتور قلنا لك روح، ما بدنا شيء منك، تركنا بحالنا. برا سعيد، ما بدي اياك تندم، مرتك رح تموت. خير يا دكتور، شو في؟ انت شو عم تساوي هون؟ في مريضة واجيت مشان شوفها. انا بنته للمختار، اسمي حنان. أهلين. أنت ضيف بضيعتنا وما رح نخليك تروح، رح تضل عنا مو هيك؟ خلينا نروح لأنه ما رح نقدر نعمل شيء. المريضة وضعها كتير خطير وما رح تضاين للمسا. طيب ما حدا عم يرد علينا؟ ما فيني اتركها هيك عم تموت قدام عيوننا. ايه وشو فينا نعمل؟ ليش شو صاير؟ ولا شيء، بعدين هذا الموضوع أنت بالذات ما بيخصك. انتي الواحد ما في يحكي معك بنوب. يلا في معك انتبيوتيك؟ ايه معي بالشنطه. قلي شو بدك تعمل بالانتبيوتيك هلا؟ بدي حاول عالج المريضه، انتي خليكي هون عند المره، وبحجه انه بدك تساعديه خلط الدواء مع الاعشاب. مرحبا خالي سناء. تذكري منيح، شو ما عرفتيني؟ أنا زينب. وإذا تذكرت شو رح يصير؟ ما أنتي كمان من عيلتهم، وأنا ما بسلم على حدا من جماعة بيشو بنوب. هالضيعة ما تغيرت وما رح تتغير. خليكي طلقيني من هون، خلصيني منه بقى. لا تخافي لا تخافي، جبنا لك أكل لتأكلي. شو عم تستني؟ خدي لها صينية للبنت. أنا ما بدي أكل شي، خدوهم. عمرك ما تأكلي. هاي فاتن وبتكون مرتي، والمفروض تتفاهموا مع بعض، لأنه بكرة رح تعيشوا مع بعضكم ببيت واحد. نجوم السماء أقرب لك، لأنه الشيخ قرب يوصل، عم تفهمي؟ كيف بدك تتجوزني غصباً عني؟ لك أنت ما عندك ضمير، ما عندك كرامة. أنا برأيي توافقي أحسن لك، لأنه هيك هيك رح تصيري مرتي، وما حدا غيرك أنت بده يجيب لي الصبي، ورح تصيري ست الكل، عم تسمعي؟ أخي في إلك عندي خبر. شو؟ احكي. الناس لموا مصاري لسناء. شو هالحكي؟ ومن وين عرفت؟ حنان بنت المختار قالت لي. يعني الموضوع طلع من إيدنا؟ ما بعرف، يعني بلكي قدرت تدفع كل الدية. حتى لو دفعت الدية مستحيل أعطيها البنت، يعني ما رح تستفيد. الكتاب رح ينكتب ولو شو مصاري يصير، والشيخ قرب يوصل.
يعني البنت رح تصير مرتي عن قريب، ورح اكتب الكتاب بالإجباري، وما حدا رح يمنعني، ما حدا، عم تفهم؟ ها هي اجى الشيخ. اهلا وسهلا شيخنا. بابا زينب بنتي عمري اشتقت لك. وقفي لشوف، فرجيني. الحمد لله على السلامة بنتي. ما بدك تقلي الحمد لله على السلامة؟ بلا، الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة. أهلا وسهلا. الله يسلمك مرت عمي. الله يرضى عليكي. أهلا وسهلا. يلا يلا فوتوا لجوا، فوتوا فوتوا، اشتقت لكم كثير عن جد. لك أي جمال، مو وقت أبدا. ما مشي الحال، ما قدرت أحمي بنتي، أخذوها من بين إيدي. ليلي على مين بدي أزعل؟ مشان الله ليلي، بيتي وعيلتي تشتتت، وولادي راحوا، حتى جوزي وبيتي كمان، وهلأ بنتي الوحيدة واللي ما بقي لي غيرها بهالدنيا أخذ رشاد مني. مشان الله قلي لي شو أعمل، شو أعمل؟ كل شي عملته راح على الفاضي وما استفدت شي. كنت ناوية بس تخلص الدعوة أخذ بنتي وروح، كنت بدي لاقي ولادي، بس هلأ راحت بنتي، يعني مثل ما راحوا البقية من بين إيدي. وهلأ أنا شو بدي أعمل بهالدنيا لحالي؟ لك رح يجوزوا بنتي لواحد اختيار، كيف بدي انقذها وانا ما صفي لي غيرها؟ برأيك هربا؟ ما في غير هالحل، ما رح اخليه يتجوزها. خلاص خلاص بدي هرب اليوم قبل بكره.